ما انش جارتهم. بتقولي ايه انت جارتهم ولا ايه؟ لا والله ما انا جارتهم. احنا مش جيرانهم. بقى له 5 سنين قاعد على السطح بيشرب بنج. ده مرض في كبده وكبد اللي جاف. والله العظيم بقى مش فريد الديب 3 ملايين جنيه تعب محامي قاتل نير أشرف. بلاغ جديد ضد أسرة نير أشرف، فتح تحقيق موسع يكشف مستورا مفاجئا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مش فريد الديب 3 ملايين جنيه تعب محامي قاتل نير أشرف. مقتل نير أشرف طالبة المنصورة في مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها قضية المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف فتاة المنصورة. أصدرت مصلحة شارع العقار والتوثيق ليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد التفاوض دام أكثر من 45 يوما، تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته، وذلك بالتعاون مع فريد الديب. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دور أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته، وبذلك يكون أشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم قاتل نير أشرف. وبمقابل مادي كشفت مصادر أنه تخطى 3 ملايين جنيه مصري، وبذلك يكون المشهد قد عاد للتوتر من جديد في قضية مقتل نير أشرف، خاصة مع دخول المحامي أشرف نبيل بشكل مفاجئ لتولي الطعنة، وقد يشعل المبارزات القانونية في قضية مقتل نير أشرف لما اشتهر عنه من تمكنه من نقد العديد من أحكام الإعدام الصادرة في الآونة الأخيرة رغم صعوبتها. بلاغ جديد ضد أسرة نير أشرف، فتح تحقيق موسع يكشف مستورا مفاجئا. فتحت نيابة المنصورة تحقيقا موسعا في البلاغ الذي سبق وتقدم به المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد ضد أسرة نير أشرف اتهامات تتعلق باستخدام بلطجية ووجود محارض على قتل نيرة. وطالب محفوظ التحقق من الأدلة والمستندات التي قدمها الإعلامي أحمد رجب ببرنامج المهمة الخاصة على إحدى منصات السوشيال ميديا، حيث عرض البرنامج بعض الفيديوهات المصورة والمستندات ومجموعة من شهود وقعة عرض قاتل نيرة محمد عادل البلطجة من أصحاب السوابق بتحريض من أهل نيرة. وادعى الإعلامي أحمد رجب بتعرضه لتهديد من أهل نيرة أشرف، وصرح محفوظ بتصريحات خاصة لدار الهلال أن تقديم البلاغ رقم 177128 للنائب العام الذي حمل رقم 8528 إدارة المنصورة هو التحقق من صحة تلك الإدعاءات واتخاذ اللازم قانونا في دولة سيادة القانون. مفاجأة رسميا، أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف. في مفاجأة من العيار الثقيل شهدت قضية المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف فتاة المنصورة. أصدرت مصلحة شارع العقار والتوثيق اليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما، وتلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم. تأييد الحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 50,000 للمتهمين بتصوير جثمان نير أشرف. أيدت محكمة استئناف جنح الاقتصادية بالمنصورة معاقبة المتهمين بتصوير وترويج مقطع فيديو جثمان نير أشرف بالحبس 6 أشهر للمتهم الأولى والثانية والرابعة، وبتغريم كل منهم 50,000 جنيه حضورية للمتهم الأولى منى والأخير أندرو وغيبية للمتهم الثانية. وكشف أحمد زاهر محامي إحدى الممرضات المتهمات بتصوير وتسريب فيديو جثمان الطالب نير أشرف من داخل مستشفى المنصورة التخصصية عن مرافعاته أمام هيئة المحكمة الاقتصادية إن المتهمين كانوا حسن النية ولم يقصدوا انتهاك حرمة الموتى في الجلسة المنقضية. وفجر المحامي مفاجأة خلال مرافعته، قال إن التحريات والتحقيقات أثبتت أن المتهم ربعه من قام بنشر الفيديو، لكنه أيضا كان حسن النية لرغبته في دعم المجنى عليه نير أشرف، خاصة بعد حالة التعاطف التي ظهرت مع المتهم.
اترعب تعليق صادم من نهد السباعي على قضية قتل نيرة أشرف وشيماء جمال. علقت الفنانة نهد السباعي على حادثة قتل الطالب نيرة أشرف على أيدي زميلها الطالب محمد عادل. اترعبت بصراحة لأنه كان في قضيتين قتل وقتها، قضية نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال. وأضافت السباعي خلال حوارها التلفزيوني في برنامج الحكاية المذاع على قناة NBC مصر الفضائية أنها شعرت بالخوف من تلك قضايا القتل، ولكنها شعرت بالانبساط والفرحة الشديدة تجاه ما فعله قاضي قضية نيرة أشرف لما قاله في تلك القضية قبل النطق بالحكم. وتابعت نهدي السباعي أنها ليست ضد أن تذاع محاكمة قاتل نيرة أشرف وعرض تنفيذ حكم الإعدام على الهواء أمام الجميع. ورحبت الفنانة نهدي السباعي بفكرة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة نيرة أشرف علنا، الأمر الذي سيرضع آخرين عن تكرار ما فعله. على غرار نيرة أشرف، حبس جزال لتهديده ومطاردته لطالب الطب للارتباط. على غرار واقعة نيرة أشرف ومحمد عادل التي هزت المجتمع المصري، ظهرت حالة جديدة لجزار شاب حاصل على إعدادية بمطاردته لطالبة الطب لإرغامها للارتباط به رغما عنها وملاحقتها وافتعال الأزمات والمشاجرات، وذلك بالاعتراض لها في أحد الطرق العامة ومضايقتها والتحدث إليها لتوجيه تهديد لها في حال إذا ما اعترضت على الزواج منه. ومن ذو أيام قليلة تعقبها نشوب مشاجرة لاستياء أسرتها مما حدث، وبلغ مركز الشرطة والقبض على طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقع وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروة المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اختار من العقيد أحمد سيف مامون مركز شرطة الشواشنة يفيد بنشوب مشاجرة بين جزار وشاب وأسرة طالبة بكلية الطب بقرية المشرك التابعة لدائرة المركز، وذلك على خلفية تعرض الشاب لطالبة الطب ومضايقتها بالشارع وتهديدها لإرغامها بالارتباط به لحبه الشديد لها خلال الأسبوع الماضي بالرغم من تعنيفه من قبل مباحث المركز في السابق بمشاجرة سابقة وتعرضه لها ولأسرتها بأسلوب غير لائق. وقامت قوة من وحدة مباحث مركز الشواشنة برئاسة الرائد أحمد يوسف القناوي رئيس المباحث والنقيبان أحمد عبد المجيد وسيف عادل بإلقاء القبض على طرفي المشاجرة وبالتحريات التي أشرف عليه العقيد مصطفى حسن رئيس بحث فرع غرب الفيوم تبين قيام محمد طاعن 22 سنة حاصل على إعدادية وساق ثانوي عام بنظام الخدمات بمشاجرة مع أسرة الطالبة تدعى داء ألفة. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.